رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة، أهلا وسهلا بك في برنامج أنا والخبر. مساء الخير، يعطيك العافية. يا هلا. يعني بداية دكتور، الأسئلة كلها الآن بتدور حول موضوع ترشحك لرئاسة النادي مرة أخرى، انتخابات بشهر 11، شو التوجه؟ يعني يمكن أنا أعلنت أكثر من مرة أنه الانتخابات القادمة هي، أعتقد أنها الانتخابات الأصعب، مش من ناحية العملية الانتخابية لكن اختيار المرشحين والظهور بمجلس مختلف لنادي الوحدات. أعلنت أنه من الصعب أن أستمر بنادي الوحدات إذا ما كان في وجود لداعمين من الهيئة العامة واللي شوي بيقدروا يساعدوا نادي الوحدات ماليا وعلى المستوى التطوير هذا النادي بشكل أكبر. بتعرف اليوم احنا في عصر الاحتراف، عصر المال، عصر انك تطور النادي بشكل مختلف، عصر حتى دماء جديدة لنادي الوحدات. واحنا يعني طالما حلمت الجماهير انه يكون في مجلس إدارة جديد يلبي طموح الجماهير. كان شهر 11 ما مضى الإشي، يعني شهرين ممكن. طيب. خلال احنا اوريدي شغالين على انه يكون في عندنا مجموعة. في اشياء ممكن تتغير بهالشهرين من اللي ذكرتها؟ طبعا، يعني احنا اليوم لما نحكي عن مرشحين جدد، احنا الفكرة انه يكون في مثلا 4-5 داعمين ينزلوا، يعني يكونوا موجودين معنا في قائمة الانتخابية، بالإضافة إلى 4-5 من المخضرمين في نادي الوحدات اللي عندهم بصمة واشتغلوا نادي الوحدات بشكل، وعندهم وقت يعطوه أكثر لنادي الوحدات. فيعني راح يكون خليط ما بين خبرة وأبناء النادي مع مجموعة من الداعمين. يعني راح تترشح على إذا كانت هاي الخلطة موجودة؟ أكيد راح ترشح. طيب، اليوم الاتحاد الأردني لكرة القدم، طب أنتوا بتعانوا معهم؟ صحيح. طيب، كل مرة يعني يوضع الأمير علي رئيس الاتحاد هو بمثابة يعني للشماعة، خلينا نحكيها بالعامية، اللي بيعلقوا عليها كل الإشكاليات. الأمير هيك بده، الأمير هيك طلب، توجيهات الأمير، وما في يعني تفاعل أو تواصل مباشر معكم من حيث المطالب إلا بأمور معينة. لماذا يعني ليش هذا الإشي بيصير بالوقت اللي لازم يكون فيه الاتحاد هو فعلا بيت الكرة الأردنية؟ صحيح. يعني أنا بحكي اليوم، يعني لا شك أنه منظومة كرة القدم الأردنية سواء كان الاتحاد والأندية وحتى سمو الأمير علي، الكل بهمه مصلحة كرة القدم الأردنية. أحياناً من يعني في قرارات يمكن ما تكونش مدروسة من الاتحاد الأردني. يعني اليوم إحنا عم نعاني من عدم التواصل المباشر بشكل شفاف مع رؤساء الأندية، وهذا التواصل يندرج تحت بند مثلاً، أو إذا بنعطي أمثلة، اليوم قرار معين، قرار بدء الدوري، قرار تهبيط أندية 4-2 مثلا، تتراجعوا؟ يعني لا، خلينا نحكي على الموضوع، التراجع نحكي فيها هلا. يعني في مجموعة من القرارات بتصير بتحس الاتحاد بيكون يعني أحادي في موضوع اتخاذ القرار، ما عنده سياسة الباب المفتوح. يعني ممكن يكون في سياسة باب مفتوح، ولكن ما في حوار، يعني ما في يعني تخاطب مع الأندية بشكل ودي، نحاول نشوف الافضل، القرار الافضل لمصلحه الرأي الاخر. اليوم مثلا الكل متخبى مش ورا سمو الامير علي، اليوم متخبى ورا قرار المدير الفني. اذا المدير الفني بده مثلا الانديه تلعب دوري بتاريخ معين، فخلص الاتحاد يرضخ للمدير الفني للمنتخب. تمام. احنا طبعا اكيد مع المنتخب الوطني، واحنا داعمين للمدير الفني ومع المنتخب، وهذول ابنائنا اللي بيلعبوا في المنتخب. لكن بنفس الوقت هناك مصلحه مشتركه ما بين الاتحاد والانديه، المفروض تدرس على طاولة حوار وليس قرار من طرف واحد. يعني هي المشكلة الرئيسية. الاتحاد اليوم انه احادي القرار. احادي القرار وما في حوار مباشر ولا شفافية. ويستخدم سمو الامير احيانا في عنده، يعني لما يصير قرار صعب ويصير فيه كواجهة للرفض بالاخير، انه يعني هذا رغبات سمو الامير. يعني انا احكي لك شغلة مهمة بصراحة، يمكن هاي العبارة دائما انا بفكر فيها. طول ما بنسمع انه مثلا، اعطيك مثال، انه معالي ابو حسين مروان جمعة نائب الامير، انا بنزعج. هو نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم وليس نائب الأمير. يعني لازم نفرق ما بين الأمير كأمير له. من يطلق عليه نائب الأمير؟ هم طبعاً. إحنا اليوم لازم نجتمع مع مروان نائب الأمير، أنا نائب الأمير، أنا ممثل على الأمير. يعني الأمير علي له. تزعجك هاي العبارة لأنها غلط ولا لأنه يقال عن مروان لأنه جمعة على شخص؟ لا لا لا، بالعكس، أنا أبو حسين بحبه كثير ومن الناس اللي أقول لك شغلة، يمكن أكثر واحد في الاتحاد منطقي بالتعامل وكمان بالطرح. يعني في طرحه. لكن أنا بحكي اليوم كلمة مسمى بشكل عام، لو أي مين ما يكون، إنه مثلاً فلان هو نائب سمو الأمير في الاتحاد، أن هي مشكلة. ليست في موضوع. هي نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم. هاي هو هذا هو التصحيح، وليس لشخص مروان أو. عشان ما تفهم إنه أنت تقصد شخص مروان. لا لا، بالعكس.
طيب حسين عموتة اللي هو مدرب النشام السابق غادرنا وترك ما ترك خلفه. أنت متهم أنك يعني أطلت بالحديث عنه وأكثرت بالحديث عنه بطريقة سلبية لدرجة أنه البعض قال أنه بشار الحوامدة يشعر بالغيرة من حسين عموت أو من إنجاز. يعني مثلا بدي أدرب محله في غيرة يعني؟ لا شو. هي غيرة يعني بالوسط الرياضي. أنتوا كلكم لا يعني وسط الرياضي. أنا رئيس نادي هو مدرب يعني في الأخير مدير فني. على فكرة أنا لم ألتقي حسين عموتة ولا مرة ولا عمري تكلمت معه ولا على الهاتف ولا على الاتصالات. وأنا لم أكثر أبدا الحديث عنه. الصحافة تعرف تلتقط الحدث أحيانا. لأنك توقعت أنه مرة واحدة هي مرة واحدة يعني وجهة نظري كانت وأتوقع أنها كانت وجهة نظر صحيحة. يعني في الوقت اللي كان حسين عموتة كان منجم بلغتنا الوحيد اللي أنا حكيت عنه بشكل مش سلبي، ما بحكي سلبي، لكن انتقدت بعض التصرفات لحسين عموتة. أنت طلعت في إحدى اللقاءات وقلت بأنه ذكروا كلامي هو رح يرحل عن النشامة ويتركهم بفترة. يعني بالمختصر حكيت رح يطلع مقلب للكرة الأردنية. رح يطلع مقلب للكرة الأردنية. يعني أظن هو طلع مقلب. يعني هو أحكي لك إياها بصراحة. اليوم حسين عموتة مع كل الاحترام والتقدير لشخصه، أنا بحكي اليوم عن على المدرب المدير الفني للمنتخب اللي ترك المنتخب في ظرف صعب، وكانت هناك يعني بوادر واضحة للعيان إنه هذا المدرب لن يستمر. وأنا شفتها واستشعرتها وتكلمت فيها. فلم بس ما حكيت عنه يعني ولا مرة إلا هاي المرة. أنا أتحدث عنه كمدير فني. تحدثت ليس لشخصه هو ك. لا أنت حكيت أكثرت في الحديث عنه. نعم. من باب عنه لا أي مرة واحدة حكيت عنه. كمدرب فقط يعني وليس لشخصه. لا لا. طب يعني دكتور في أسماء مهمة بالمنتخب الأردني لكرة القدم وحققت يعني إنجازات وصارت مطلوبة عربيا وما بدنا نبالغ إذا حكينا عالميا كمان. وحكيت سابقا إنه هم إلهم دور بالإنجاز الآسيوي اللي تحقق مش بس كله على المدرب. طيب طالما راح المدرب وهاي الأسماء موجودة ليش بدنا نحكي إنه حسين عموتة ترك المنتخب بوقت صعب طالما إنه القدرة والأدوات موجودة عند اللاعبين وليس عند المدرب؟ يعني أحكي لك شغل. أنا من أول يوم حكيت إنه عندنا لاعبين على مستوى عالي جدا وعندنا محترفين بيلعبوا في دوريات عالمية وعندنا كمان شباب يعني سواء كان في خط الدفاع والوسط. نعم. يعني اليوم حملوا المنتخب وعندنا حماس اللاعبين وعندنا الجمهور الأردني يعني معروفين عربيا. صحيح. وعندنا حماس الجمهور اللي حضر كل المباريات بكثافة وارتحل وسافر على قطر مثلا ودعم غير محدود من سمو الأمير علي. نعم. وسمو ولي العهد الأمير حسين وجلالة الملك بدرجة وجلالة الملك طبعا هو الراعي الأول للشباب والرياضة في الأردن. فأكيد احنا رح نستمر. يعني أنا بالعكس أنا متفائل وأنا اللي حكيت أنه اللاعبين هم سبب الإنجاز وليس الجهاز الفني وأنا متأكد رح يستمروا ويحققوا إنجاز أكبر. إنك تتركي في وقت معين يعني إحنا أنا بالنسبة لي شخصيا زعلان على التوقيت من ناحية إنك أنت اليوم ما كنت صادق في 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 طرحك. يعني اليوم عندك حالة خاصة حالة مرضية معينة بتمنى الشفاء لزوجته، لكن يعني شو بفرق الأردن على الإمارات؟ هو قيل إنه على خلافات مع أشخاص بالاتحاد. أنا سمعتها يعني مؤخرا هذا الموضوع. نعم. وممكن يكون في خلافات، لكن اليوم أنا لو أنا مدير فني وبدي أترك بحكي أنا تركت للأسباب التالية، واحد بكون صادق فيها، لكن اليوم حسيت إنه الموضوع فيه نوع من المماطلة وما كانش فيه صدق في الكلام. هذا هو الإشي الأساسي اللي أنا زعل عشان. لكن يعني أنا هو ترك عشان المادة. نكون واقعيين وصريحين. يعني هو أكيد يعني كل اليوم إحنا في زمن الاحتراف. أكيد. وعلى فكرة هو مش غلط. يعني هو اليوم مش عيب إنه الشخص يترك عشان عقد أكبر، لكن يترك بالطريقة السليمة والصحيحة. يعني هذا هو يعني المقصد الوحيد. كون صريح بالأسباب اللي خلتك صحيح. أنت تترك. هذا هو. وإحنا كان عتبنا عليه في البداية على تصريحاته باتجاه القطبين الوحدات والفيصل إنه الأندية ما بتدفع رواتب، الأندية غير مش مهتمة باللاعبين. يعني تكلم عن الأندية بطريقة يعني كانت مش مناسبة، ولا يجوز لأي مدير فني يتكلم على قطبي الكرة الأردني بهذه الطريقة يعني أبدا. طيب يعني دكتور ننتقل لجزئية مهمة اللي هي قرب الانتخابات. تعرف أنت قبلها بيصير في شوية توترات بالنادي، هل ممكن تأثر على النادي؟ يعني أنت بتحكي عن انتخابات وراح تكون الأجواء شوي هيك مشحونة وتوترات وكذا، كيف ممكن تنعكس على النادي بشكل عام؟ شوف السنة هاي مختلفة لأنه إحنا عادة بتكون الانتخابات والفريق شغال في الدوري، فبالتالي بصير ببطل عدم اهتمام بالفريق للأسف. بصير أنت عندك الاهتمام بالانتخابات أكثر. لكن إحنا اليوم مزبوط ضال يمكن أكثر من شهر 3-4 شهور الانتخابات الوحدات. إحنا اليوم منهمكين بموضوع التعاقدات. نعم. وبناء فريق، فبالتالي إن شاء الله هاي تخلينا إحنا مهتمين أكثر بالفريق أكثر من أي نوع آخر. وأنا
بحكي اليوم الإدارة الحالية همها الرئيسي والوحيد هو فريق كرة القدم والنادي كنادي ككينونة. بالعكس احنا اليوم بنفكر بالثلاثاء القادم، في عندنا دعوة لرجال أعمال وحداتية بحبوا نادي الوحدات من أجل دعم صفقات الوحدات القادمة، نفكر بطريقة مختلفة نجلب داعمين ورجال أعمال أكثر للنادي. أنا بحكي الوحدات بالطريق السليم من إجراء التعاقدات إن شاء الله. طيب الوصول لكأس العالم بنظرة هيك رياضية تحليلية سريعة، يعني إحنا المجموعة اللي إحنا موجودين فيها مش مجموعة سهلة كما يعتقد البعض، يعني خاصة العراق هدول عاملين يعني يعني لا بالعكس إحنا بالأخير انسوا السوشيال ميديا اللي بالنسبة على السوشيال ميديا، اللي بالأخير المنتخب العراقي منتخب قوي جدا، منتخب قوي نعم، المنتخب الأردني منتخب قوي، منتخب كوري قوي، الكويتي مش بطال، العماني قوي، حتى أحكي لك شغلة ومش أقول لك تذكري كلامي، لكن المنتخب الفلسطيني لن يكون لقمة صائغة للفرق، يعني أنا متأكد أنه رح يكون المنتخب الفلسطيني الحصان الأسود في البطولة ورح يعمل نتائج كويسة. ومتمنى أنا شخصيا بتمنى المنتخب الأردني والمنتخب الفلسطيني يتأهلوا عن هاي المجموعة، لكن لن تكون الطريق مفروشة بالورود للمنتخب الأردني، بده يلعب وهي أصعب من المرحلة السابقة. يعني هو بده يكون نقطة انطلاقة جديدة ولا بناء على إنجاز سابق؟ يعني أنا بحكي ننسى الإنجاز السابق ونطلع من هذا الموضوع ونبلش وكأنه عندنا منافسة جديدة نعطيها كل الأهمية، الإنجاز السابق احتفلنا فيه وخلصنا، نفكر بالمنافسة القادمة الصعبة. المدرب الجديد جمال السلامي قادر على يعني الإكمال من حيث انتهى سلاموته ولا عنده خطة جديدة برأيك؟ احنا ما شفناش الآن يعني مثلاً ولا مباراة ولا بالعموم يعني بالجو العام. أنا حضرت المؤتمر الصحفي في نوع من المنطق الكلام اللي تكلم فيه المدرب الفني المدير الفني الجديد، وأنا متفائل فيه إن شاء الله إنه يطلع في يعني نوع من القرب من اللاعبين يكون أقرب وإن شاء الله يقدر يقود المنتخب الوطني إلى نهايات إلى كأس العالم. نعم. وإن شاء الله الشباب يكونوا على قدر المسؤولية لأنه صراحة اليوم الأندية تعبت بهذا الموضوع، الاتحاد حط مجهود كتير كبير، البلد كلها تنظر إلى هاي التصفيات بنظرة هامة، سمو الأمير علي سمو الأمير حسين جلالة الملك كل الحكومة عم تنظر إلى المنتخب الوطني، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب، لكن زي ما حكيت لك لازم نركز لازم نشتغل بتركيز وننسى أي إنجاز سابق. صاروا مغرورين لاعبين المنتخب؟ صار مغرور؟ لا لاعبتنا يعني أذكياء وواضح إنهم بيقدروا يعرفوا إنه كل مرحلة إلها بداية ونهاية مختلفة. بنصحهم أنا هاي ممكن المرة الثالثة يمكن يزعلوا مني، لكن الابتعاد عن السوشيال ميديا والتركيز على كرة القدم. بس بتعمل هالي بس يعني حلو تعمليها في وقت الإنجاز والفرح وانتهينا. لا هي ما صارت مستمرة. لا مستمرة ونطلع يعني نألف لا مش داعي بصراحة لازم. بالعكس أنا بحس إنه اللاعب اللي بيطلع كثير على السوشيال ميديا وبيطلع عن دوره كلاعب إلى دوره كمغني ومؤدي أو ممثل بصراحة أنا بفقد من قيمته الاحترافية. نعم. طيب دكتور بنحكي عن سوق التنقلات الآن، يعني بشهر 8 ببلش الدوري، أكيد في أسماء أنتوا شغالين عليها الآن ممكن تعلنوها في الأيام المقبلة إن شاء الله، ما تعلنوها قبل ما نعرض الحلقة، فبدنا تحكي لنا مين في أسماء الآن؟ لا أحكي لك شغلة، إحنا في الوحدات طريقتنا في عنا لأول مرة بيكون عنا لجنة تعاقدات أكثر تخصصا وأكثر استقلالية، يعني اليوم أنا مش موجود في لجنة التعاقدات اليوم. بس أكيد عندك فكرة مستحيل. عندي لا أكيد رئيس النادي يعني. صحيح عندي فكرة. اليوم تركيزنا على تجديد عقود بعض اللاعبين في النادي نعم، منهم مثلا العوضات شرارة، المحكي عن مهند أبو طه، المحكي عن الفخوري مهم جدا يكون موجود في يعني هذول هم الأربع لاعبين اللي من الفريق الماضي، هذول اللي رح يتجدد عقودهم، يعني بنحاول نجدد عقودهم. اليوم بتعرفي فرص انك تجدي عقد للاعب مبدع مش سهل بالأردن، ما عندهم رغبة هم أصلا يعني. لا بالعكس عندهم كامل الرغبة، لكن بالأخير ممكن يكون عندهم عقد احترافي خارج البلد، لسه ما صار في وضوح لهي. لا ما في وضوح، هنا في مرحلة التفاوضات مع اللاعبين. نعم. وعندنا لاعبين محترفين عم نشوف، مثلا الوحدات بدور اليوم على قلب دفاع، بدور على لاعب ارتكاز على قلب هجوم عشان نعوض الفترة. طب دكتور يعني نحكي عن أنس العوضات وعبد الله الفخوري، أنس العوضات من اللاعبين المهمين بالوحدات. صحيح. يعني لاعب وجوده بالملعب بيحدث فرق دائما بكل المباريات، كان هو مصاب، احنا خسرنا خدماته بفتره الاياب تقريبا كامله. نعم.
ولو كان موجود لا لا وضعه جيد وهي مع المنتخب وان شاء الله يكون يعني صحيا قادر على ممتاز الاستمرارية؟ قادر أخبار إنه خلص راح يتوقف عن اللعب تماما، هاي شو؟ لا 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 ان شاء الله بالعكس انس ان شاء الله بيرجع احسن من اول وهي موجود مع المنتخب واخر مباراتين بالكاس الاردن شارك ولو لفتره بسيطه لكن هذا بيعطيك انطباع انه على الطريق الصحيح لاعب مهم يعني لاعب مهم والعكس مفيد لنادي الوحدات وهو يعني بيحب نادي الوحدات جداً جداً فهذا جداً. اللي احنا بنراهن عليه يكون موجود معنا بسبب حبه الشديد لنادي الوحدات. عبد الله بعد ما تجوز كيف وضعه؟ احسن من اول. هلا عبد الله عليه شويه علامات استفهام صارت اخيرا يعني بخصوص انه تراجع اداء عبد الله الفخوري، مش الحارس المرمى اللي تعودوا عليه الجمهور انه الحارس اللي مستحيل الكره تدخل على مرماه، يعني في شويه هيك انه لا عبد الله بده شوي اكثر. انا بشوف عبد الله في مرحله الاياب افضل بكثير من الذهاب. ومستواه في تصاعد. يمكن مباراه واحده كان فيها خطا تسبب بهدف يمكن مع النادي الفيصلي، لكن بالعكس حمى مرماه بطريقه ممتازه وكان مهتم بالتمارين وكان مبدع، وبالعكس احنا بنتمنى انه يجدد لنادي الوحدات ويكون موجود معنا في المرحله القادمه. هذول النجوم الحاليين بالوحدات، طب الاسماء اللي لا عندنا نجوم بالوحدات عندنا نعم في كثير اكيد عندنا تشكيله فراس هي الباية موالي يعني هي بالنهاية ميكس كله مع بعضه وكلهم صحيح. بدعموا بعض بالآخر صحيح. ولكن هذول اللي موجودين الآن بالنادي مين في أسماء رح تستقطب؟ احنا استقطبنا مثلا مصطفى كزعر كظهير شمال. الجداد يا دكتور انت بتتهرب من السؤال. الجداد الأربعة هذول حاليين رح يكونوا موجودين والباقي رح يكونوا أكثر محترفين، يعني ما رح نجيب احنا لاعبين محليين كلهم. زي مين؟ مين في توجه؟ لا يعني هم لاعبين افارقه على الاغلب من الكاميرون من نيجيريا. لا اسماء معينه ما في لهلا، بس في قائمه من المدربين عندنا تحليل الاداء محلل الاداء اللي عم بحاول يعطينا تقارير شامله، لكن ان شاء الله خلال الايام القادمه راح يكون في يعني اختيار وتوقيع عقود لمجموعه من اللاعبين. ما بدك تعطينا اسم بس يلا. انا اسمائهم مش حافظهم، يعني اسمائهم كلهم هذا باخذوها عليك رئيس النادي ومش حافظ الاسماء يعني. طيب الحسين اربد اخذ الدوري. نعم الله يبارك فيك. طيب وبيجيب اللاعبين وبيدفعوا لهم، يعني الماخوذ الان عن الحسين اربد انه النادي اللي بيدفع صحيح مبالغ كبيره ووضعه ممتاز واخذ الدوري وكذا وفي صعود صحيح. هل هذا يعني بنظر الوسط الرياضي تمهيد للتقليل من شان قطبي الكره الاردنيه الفيصلي والوحدات، او انه خلص نعطي شوي مساحه لانديه اخرى؟ لا احكي لك شغله، اليوم الدوري الاردني القطبين التقليديين هم الوحدات والفيصلي، ما بتغيروا شو ما يكون بده لعبوا مع بعض بتقوم الدنيا بالضبط يعني فبالاخير طيب. على الاقل وحدات فيصلي هي انديه عريقه منذ سنوات طويله، ما هذا طبعا الحكي لا يعني انه الحسين او الرمثة مش انديه عريقه نعم. لكن عريقه من ناحيه تحقيق الالقاب وعدد البطولات يعني اكثر. انا بتوقع انه القطبين بضلوا قطبين، صعب يكون في قطب ثالث. بتمنى يعني بحكي لك اياها بكل امانه انه يستمر نادي مثل الحسين ويكون عندنا انديه اخرى بتقدر تكون تستقطب وتجيب لاعبين على سويه عاليه، هذا برفع سويه كره القدم الاردنيه، بتشعل المنافسه بشكل اكبر، ما بضل المنافسه تقليديه بين الوحدات والفيصلي، لكن انا بحكي الوحدات يبقى وحدات والفيصلي فيصلي، وما في تقليل شان اي من القطبين ابدا. ولما احكي لك بتمنى تستمر هذه الظاهره في نادي الحسين، لانه شفنا يعني شيء مشابه في الماضي مع نادي الجزيره، استلموا رجال اعمال وكان من احسن الانديه واستقطابات، وطبعا مش نفس الارقام لكن من على مستوى اللاعبين، للاسف تركوا النادي فالنادي تراجع وحتى هبط للاسف على الدرجه الاقل. بنشوف مثلا اجى رجل اعمال اللي هو عمر المعاني على نادي معان، برضه استقطبوا ودفع وعمل شيء كثير كويس صار معان اسم مهم، لكن برضه ما استمرش عمر بهذا المنصب. المحكي اليوم محمد المحارمي في الجزيره، بنحكي عمر المعاني، بنحكي عن كثير انديه، رائد النادر من رمثة، يعني في هاي التجربه تمت في ممكن مش بنفس الشيء قاعد بتجه نحو انه انا بجيب اسماء بدفع، يعني انا لاني بدفع بجيب اسماء. بس هل بقدر نستمر انك تضلك تدفعي كل مره مبالغ بهاي الارقام؟ هل بيستمر النادي؟ هل بيستمر رئيس النادي بهذا؟ طب هل برايك طب دكتور الاسماء اللي جابوها قادره على الاستمراريه؟ لا طبعا اسماء ممتازه واسماء يعني اسماء ما حدا بيقدر يحكي فيها، يعني
لاعبين على مستوى عالي كانوا بالفيصل وكانوا بالوحدات وكانوا في الأندية الأردنية، وحتى على مستوى لاعبين محليين أو على مستوى لاعبين من خارج الأردن. لكن السؤال مثلا لو بدنا نسأل، هل لو اليوم قرر المهندس مثلا عامر أنه يترك نادي الحسين أو يرجع لعمله، عامر أبو عبيد؟ نعم. أنا حكيت عامر أبو عبيد ولا أنا حكيت اسم عامر أبو عبيد؟ عامر أبو عبيد. إحنا عشان نذكر الناس اللي ما لا لا المهندس عامر هل بيقدر يكمل بنفس لو ترك شو بصير؟ هل الحسين قادر يعمل نفس التعاقدات؟ يعني هل العمل هل العمل أبو عبيد هو اللي عمل الحسين إربد بهاي الفترة؟ أكيد يعني بالأخير هو المال من رئيس النادي. بس هل إذا رئيس النادي مثلا قرر إنه يغير المجال ما يكملش بالرياضة؟ طبعا ممكن يكمل، أنا بتمنى يكمل، لكن إذا ما كمل هل قادر نادي الحسين على الاستمرار بالتعاقدات بنفس الطريقة؟ هل قادر على دفع الرواتب؟ يعني هون الفكرة اليوم بدك تطلع على المؤسسة والمنظومة وليس على شخص. هاي الإشي الصعب. يعني الحسين إربد أنت كما تفضل دكتور هو قائم الآن على شخص عامر. هذا معروف يعني، حتى هم نفسهم بيعرفوا الإدارة وحتى عامر نفسه بيعرف إنه اليوم بالأخير قائم على شخص واحد، وهي صعبة. اليوم لازم يكون في منظومة، في مؤسسة. هم طبعا بلشوا بموضوع إنه يعملوا مؤسسة ويجيبوا شركات راعي وكذا، وهذا هو الصح. يعني اليوم إذا بتخلي النادي، إذا ترك اليوم عامر أو ترك بشار أو ترك فلان، لازم النادي يستمر. بالوحدات بنختلف شوي، مزبوط ممكن بعد مرات بيكون النادي قائم على شخص، لكن بتحس انه الوحدات في مجموعه مهتمه دائما في هذا النادي بتدفع، الرئيس نادي بيجي وبيعرف انه لازم يدفع ولازم يتعاقد. انت ولازم تدعم النادي دكتور؟ أكيد أكيد من حسابك الخاص طبعا. يعني والامور اللي طبعا بقانون النادي الجديد الذمم، هي مش ذمم، دعم تبرع. نعم الدعم، ولكن هو سبق تحدثنا في برنامج سؤال جريء بتذكر عن هذا الموضوع، عن موضوع شقيقك بانه صحيح. تسجيله بالتسجيل الذمم، هاي لما كنا نسجل ذمم، هلا اليوم بطلنا نسجل ذمم، اليوم صار تبرع. صار تبرع صح. وتطلع انت بتحكي دائما انا بدعم النادي الوحدات؟ لا مش بطلعش احكي دائما، عشان يعني مش دائما بطلع، عمري ما طلعت حكيت. طيب انا خلينا نصححها، لما تطلع تحكي عن دعم نادي الوحدات، طب ترى مش عيب انك تحكي انك تدعم نادي الوحدات؟ مش ضروري اطلع كل خمس دقائق اطلع لا باللقاءاتك الا ما يمر سؤال على هذا يعني سؤال بدنا نجاوب. طيب بالمقابل في اشخاص بيطلعوا بيحكوا طب ما هو بدعم النادي بشار الحوامده، بس بالمقابل في مديونيه كبيره على طيب هي مديونيه مش مسؤوليه شخص واحد. يعني اليوم احنا يعني انا جيت على نادي الوحدات في مديونيه تقريبا مليون، الفتره اللي بعديها زادت شوي المديونيه، اليوم مديونيه مليون ونص تقريبا. قدرنا نسد يعني اليوم اعطيك مثال بسيط، مليون ونص المديونيه تقريبا، مليون ونص تقريبا. لسه ما طلعنا ميزانيه، لكن احكي لك شغله مهمه. الرئيس اللي بيجي على نادي الوحدات خلص هو المسؤول عن المديونيه، بغض النظر في رؤساء سابقين انا منهم سببوا مديونيه لنادي الوحدات، تعاقدات، عدم دفع رواتب في وقتها مثلا، مديونيه الى يعني في عوامل عديده. بس دائما اللي بالواجهه هو رئيس هو بيتحمل. يعني انا اليوم اعطيك مثال بسيط، اليوم عندنا قضيه لاحدى الصحف الاردنيه، هاي القضيه كسبوها الصحيفه قبل كم من اسبوع. طب يعني مين بيتحمل؟ بحكي والله مش انا اللي وقعت اتفاقيه وقعت قبل 15 سنه. خلص قضية بدك تتحملها كرئيس نادي وتمشي فيها، يعني هذا اللي بصير. فاليوم انا بحكي اليوم ما نتحدث على سبب مديونية، لكن هي مسؤولية الشخص اللي موجود في في في, في المنصب. طيب بتحب رأفت علي؟ طبعا عشان هيك جددت الثقة فيه كمدرب للنادي. احكي لك شغلة، رأفت علي اليوم اجانا في وقت صعب، قبل مهمة صعبة جدا، دوري كان تقريبا كنا فاقدين الامل في الدوري، مع انه قاتل بكل ما اوتي من قوة على موضوع الدوري، ما حالفوا الحظ برغم الخلافات الموجودة بالفترة الماضية، الفريق ما كانش بالرتم العالي، قدر يحقق البطولة، فزنا على الحسين إربد في النهائي، والحسين كان أكثر جاهزية من كأس الأردن، فبالتالي احنا حققنا نصف بطولات الموسم. الآن في أمامكم إنجاز قادم اللي هو الآسيا، رأفت قادر رأفت قدل طبعا، رأفت مدرب جيد وإن شاء الله يقدر التعاقدات يعملها بشكل جيد ومع اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات، ويقدر يقود الفريق لأحسن النتائج. يعني تتدخل بقراراته؟ بإيش يعني بقراراته؟ يعني لما اختيار لاعب مثلاً، اختيار يعني بالعموم تتدخل بقراراته ولا لأنك أنت شايف أنه خلص هو أهل للمكان اللي هو لا هو أكيد أهل للمكان. إحنا ما أقول لك مش موضوع تدخل، لكن إحنا من متشاور يعني في لاعب معين بعطي رأيه هو بيعطي رأيه، بس في الأخير الأمور الفنية الرأي الأول والأخير للمدير الفني. طيب سقف التعاقدات مع اللاعبين في سقف معين بيكون؟
صحيح. طيب بيطلع لك اليوم محلل رياضي او حدا مهتم بالشان الرياضي بيحكي لك ما هم تعاقدوا مع اللاعب الفلاني على مبلغ كذا كذا، بس بعطوه بزرقوا له من تحت الطاوله 10,000 20,000 مزبوط. يعني الظاهر بالعقد مبلغ، والمبلغ الفعلي اللي بياخده هذا اللاعب مبلغ اخر. مش كل اللاعبين، في مثلا بعض اللاعبين المميزين جدا اللي احيانا بصير عندك فيه مشكله بالتعاقدات، تقدريش تجيب اللاعب على نادي الوحدات الا بقيمه معينه. احنا لما نحكي سقف التعاقدات مثلا في نادي وحدات 40,000 دولار، اي رقم غير هذا الرقم ما بيتحمله النادي، بيتحمله يا اما رئيس النادي، يا احد الاشخاص الداعمين، يا مجموعه الداعمين. مين اللاعب اللي اخذ فوق اليوم؟ اليوم ما فيش ولا لاعب، يعني ولا لاعب. احنا ما تعاقدناش الا بس يعني مع ظهير الشمال، مثلا اليوم المتوقع مثلا الفخوري احتمال يكون عقده اعلى، ممكن العوضات، يعني هدول اللاعبين اللي مش موجودين اليوم في الوحدات يعني ممكن ياخذوا هذا. انا اليوم اللي بهم نادي الوحدات كمصروف يكون على السقف الاعلى، واي مبلغ اخر للاعبين الجدد، طبعا المحترفين اكيد مش على السقف لانه ارقامهم مختلفه، لكن اذا في عندنا 3-4 لاعبين ممكن انه يطلع شوي عن السقف ولن يتحمل النادي اي من هاي المبالغ. الملعب البيتي اللي دائما عامل لكم مشكله، ملعب لجويسنا، لما يبلش الدوري رح تلعبوا فيه ولا رح تنجبر انك تغيره زي دائما؟ لا ما احكي لك شغله، احنا كانت هي مره واحده فقط تم تغيير الملعب بين الوحدات والفيصلي، وبصراحه الاسباب لليوم مجهوله، لكن احنا لعبنا مع النادي الفيصلي الشقيق على ملعب لجويسما عشرات المرات، ولعبنا هذا الملعب مع كل الفرق مئات المرات، والمنتخب الوطني بيلعب هذا الملعب. يعني فلا أعتقد لا رح نلعب اكيد هذا ملعب البيتي للوحدات، يعني بالدوري المقبل عند بدء الدوري لما تبلش المباريات طبعاً. الوحدات رح يلعب في ملعبه البيتي 100% اكيد، هذا تصريح من رئيس النادي. لا أكيد. هذا الوضع الطبيعي، هذا الوضع الطبيعي، بس مرات بيقول لك مثلا نادي الجويسمه مش امن. ليش مش امن؟ مش امن يعني ايش؟ انت رحت عليه مثلا وشفتيه مش انا آمن. بالنسبه لي لا ما رحت، انا بشوف الجويسمه بس لما صار وتوقف اللعب فيه وطلع قرار انه ننقل مباراه. طب اسالك سؤال، اذا ملعب الجويسمه مش امن، ليش الوحدات لعب مع الفيصلي عشرات المرات عليه؟ طب ما هي صارت، ليش بيلعب عليه؟ سؤال، ليش بيلعب المنتخب؟ المرات صاروا من الشبابيك يرموا على اللعب. طب معناته انت ما رحتش على الملعب هيك؟ انا تأكدت. ما رحت، انا بحكي لك ما هو هاي هي الاعلام لما يزرع فكره غلط. تعرف انه اقرب عماره على الملعب بتبعد يمكن 700 متر 800 متر، فاي شبابيك؟ طب ليش شبابيك مطلة على بعيده جدا ليش جدا تغير معنا؟ تغير ما هي مره واحده فقط تغير، وكانت في اسباب خارج عن اراده نادي الوحدات، ولا نعرف هاي الاسباب بالتفصيل، لكن هاي الاسباب خلت الوحدات يخسر الدوري في تلك السنه. يعني قصدك تحكي انه كان المقصد يخسر الوحدات؟ لا هذا اكيد 100% اليوم انه ينتقل لعب الوحدات على ملعبه البيتي، وهاي المباراه لو فزنا فيها بنفوز المباراة اللي بعديها بناخذ الدوري. يعني مقصود لو تعادلنا لو فزنا في هاي المباراة وفزنا في المباراة اللي بعدها 100% مقصودة، وهي معروفة للجميع، لكن الملعب آمن. واحنا اليوم المنتخب الوطني على فكرة يختار الجويسمة ملعبه البيتي، لو كان مش آمن والاتحاد الآسيوي اليوم لعبنا بطولات آسيوية كان الاتحاد الآسيوي حكى انه هذا الملعب غير آمن، لكن الملعب آمن 100%، وبالعكس الجويسمي اكثر ملعب آمن كبنية تحتية. لا وحتى من ناحيه جيران هذا كلام مش صحيح. طيب يعني الدوري للوحدات المقبل رح يكون اللعب في الجويسمي أكيد في ملعبه البيت 100%. طيب في لاعبين بيسالوا اليوم شو مصيرهم بالوحدات، زي بهاء فيصل مثلا، طلع اشاعات انه العقد تخفض عقده. لا احنا اليوم بهاء فيصل او منهم ما بيلعبوا يعني لا بهاء فيصل الفترة من فترات كان عنده إصابة، وبتعرف حسب القانون يخصم على اللاعب زي الإجازات المرضية، أو كان عنده إصابة يخصم عليه، بالعكس عقده الفترة الثانية أو السنة هاي قائم موجود. هلأ هل هو ضمن خيارات المدير الفني؟ حسب التقارير الموجودة هو ليس من ضمن خيارات المدير الفني الجديد بسبب الإصابة، بسبب أنه مش جاهز. يعني نحن نحترمه لبهاء، ولاعب كبير واسم مهم، لكن مش جاهز يخدم الوحدات بهذه الفترة. أحمد سمير ليش مختلف؟ أحمد سمير ضمن ال يعني بس ليش ما بيلعب يعني؟ ما هو السؤال بيكون مش على أحمد سمير آخر فترة مصاب، يعني فترة طويلة قاعد مصاب، يعني كان عنده إصابة قاعد آخر 6-7 مباريات. يعني أغلب اللاعبين اللي ما بيلعبوا اليوم إما بيكون لإصابات 90% مصابين، يعني مثلا طارق خطاب كان مصاب، أحمد سمير مصاب، عندك بهاء فيصل كان مش جاهز، مين كمان كان في لاعبين مصابين؟ يعني كل لاعب مصاب ما كان بيكون ضمن التشكيل اللي ممكن تخوض اي مباراه يعني. طيب
نيجي شوي دكتور على بدها شوية صراحة. هذا السؤال دائما الصراحة بدون شوية. مين في لاعبين بتتمنى فعليا لو يكونوا موجودين بنادي الوحدات من الأندية المحلية أو بالعموم يعني، بس بدي تعطيني من الأندية المحلية لاعب بلعب في نادي محلي بتتمنى لو أنه موجود بنادي الوحدات؟ يعني كنت أتمنى أشوف الشناينة مثلا بالوحدات، ومع ذلك احنا ما حكيناش معه ابدا عشان مره طلع عشان معه. وحدات حكى معه بس انا اذا بتحكي عن امنيه الشنايني من اللاعبين انا بستمتع بلعبهم. بتمنى اشوف مثلا لاعب زي، انا بميل اكثر لجيل الشباب، فبتمنى مثلا لاعب زي سيف درويش، يمكن ما سمعتيش فيه بس سيف درويش انا بعتبره من اهم لاعبين نادي الحسين، الحسين اربد، شاب صغير وبيلعب وحرك وانا بحب هذا من الانديه المحليه بس هذول هم المحليه. طيب اليوم نيجي نحكي شوي عن السياسة دكتور، أنت منتمي لأحد الأحزاب؟ صحيح، حزب إرادة. حزب إرادة صحيح، حلمه كبير. طيب ليش يعني شو هالتوجه اللي عندك خلاك تنتمي لحزب؟ هل هو من مبدأ أنه تجربة ويلا، ولا من مبدأ أنه أنا فعلا عندي اهتمام بالشأن الحزبي وهي فعلا مرحلة الأحزاب؟ لا هي فعلا يعني إذا نفكر اليوم المرحلة القادمة هي مرحلة الأحزاب بشكل عام، واليوم لازم يكون في الأحزاب مجموعة من الشباب اللي عندهم فكر بيقدروا يغيروا. إذا كانت فعلا أحزاب مبنية على برامج وعلى خطط للجيل اللاحق، يعني اليوم أعتقد انتخابات النيابية بالطريقة التقليدية اللي عم نشوفها سواء كانت الفترة الماضية أو حتى الفترة الحالية مش الطريقة اللي إحنا بنحب نشوفها. نعم. بالأردن يعني أنا مثلا بتمناش أكون بهاي الفترة نائب مثلا، لأنه اليوم النائب مش نائب للأسف، ثمن الأعضاء البارزين بالحزب يعني. ماشي بس أنا اليوم ما ترشحتش ولا لأي منصب لا بالحزب ولا ترشحت على، ما عنديش هذا الاهتمام بصراحة بهاي الفترة الحالية، وبتمنى النائب اللي بده يكون يمثل أي حزب فعلا يمثل البرامج والسياسات لهذا الحزب. عنده اليوم حزب إرادة هاي البرامج. احنا بصراحة أنا أدعي أنه حزب إرادة من الأحزاب القلائل اللي عندهم برامج سياسية اقتصادية على مستوى عالي جدا، وأنا بحكي لك شغلة، المجموعات والجروبس اللي موجودة بداخل حزب إرادة اللي بتشتغل على العديد من السياسات من أفضل المجموعات الموجودة والأفضل أشخاص على مستوى الفردي ومستوى الجماعات اليوم. الأفكار الموجودة وطريقة العمل على أعلى المستوى، حتى الأمين العام يمكن. نعم. الناس شوي بتنتقد الأمين العام والآخره، لكن إحنا الأمين العام من أكثر الأمناء اللي بيشتغلوا أكثرهم نشاطا وحركة. ما بحكي إنه ما فيش أخطاء بالأحزاب، إحنا عندنا أخطاء، تجربة جديدة. نعم. ومش غلط، اللي بيشتغل بيخطئ واللي ما بيشتغل بصراحة ما بيطلعش عليه ولا خطأ يعني. نحكي عن زيارة النائب أندريا حواري والنائب مياد الشريم، لما إجوا كان الهدف من زيارتهم للنادي هو إنه ساعدنا يا بشار، ادعمنا إحنا نازلين على الانتخابات. زيارتهم شو تفسير يعني، ما مفهوم زيارتهم بهذا التوقيت؟ لا احكي لك شغله، اليوم نادي الوحدات مفتوح للجميع، اليوم كان في عندنا افتتاح لتوقيت الزياره بس خليني احكي لك شغله. في زيارات لاستراتيجية ناس اكثر، وكل يوم بصير في زيارات مش شرط تكون مرئيه على الشاشات ولا موجوده بال، بس هاي طلعت والناس شافتها. لانه كان في افتتاح للمركز الاعلامي، هم من الاشخاص اللي داعمين للمركز الاعلامي، هم اللي جهزوه منذ فتره طويله، وصار الافتتاح بهاي الفتره. هلا اكيد رح يربطوها الناس بالانتخابات، واكيد هم داخليا عندهم الرغبه انه الوحدات يدعم مثلا اندري، سعاده اندري طب رح تدعمه؟ لا هذا الموضوع، احنا اليوم احنا نادي مش نادي بنوجه الناس باتجاه الانتخابات. لا هي مش توجيه مباشر، احنا بنحكي بالعموم. لا احنا كمان عشان تكون بالصوره، انا اليوم تابع لحزب اراده، بقدرش اليوم انتخب اعضاء غير بحزب اراده. اذا اليوم نحكي عن احزاب وطريقه عمل مختلفه، هلا شو قرا الشارع الوحداتي كيف فهم هاي الزياره؟ هل بده يشجع الناس اللي بدعم الوحدات؟ هذا نعم. موضوع آخر، المشجع والناخب أذكى من أي حدا خارج هاي الصورة اللي شفتيها على مواقع التواصل الاجتماعي. طب طلعنا شوي هيك سياسة، نحكي عن الفئات العمرية اليوم. نعم. ملف الفئات العمرية يعني كثير بنحكى فيه بالنادي ومهم، لأنه أنت بتحكي عن فئات عمرية هي رح تكون البناء للمستقبل باسم صحيح. النادي وشكله وكذا. هل في تفكير أنه يكون في مثلا مدير فني خاص لهم، ترتيب معين للاهتمام بملف الفئات العمرية؟ احنا تم تعيين مدير فني قبل تقريبا 3 أسابيع، اللي هو فيصل إبراهيم اللاعب السابق، وهو المسؤول عن الفئات العمرية، هو مدير فني
وعين كادر معه للفئات العمرية ولا ببطولة الفئات موجودة. وبحب أحكي لك إنه في مجموعة من الفئات العمرية من سنة 19 السنة الماضية اليوم حاليا عم بتدربوا مع الفريق الأول حوالي 4-5 أشخاص، 5 لاعبين. وما بديش أذيع سر، لكن اليوم رأفت علي معجب على الأقل 4 منهم، فهذا رح يكونوا ضمن الفريق الأول. في اسمه عندنا مجموعة كبيرة، يعني عندنا اليوم اللي معجب فيهم رأفت علي كلهم، يعني عمر حسنين مدافع معجب فيه، ممكن مش كل الأسماء حافظها، كرم معجب فيه، في عندنا كمان تعمري إن شاء الله يطلع تعمري جديد في الأردن كمان معجب فيه، وعندنا في أكثر من 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 من, من لاعب، يعني في أيهم مدافع لساته يعني خلص صغير. اللي بنعجب فيه رأفت علي خلص، يعني مش خلص بده يلعب، بس على الأقل عنده فرصة يكون موجود ضمن الفريق الأول. طيب الآن دكتور بدنا ننتقل للفقرة الثانية من البرنامج. الفقرة الثانية هي عبارة عن فيديوهين اثنين رح نعرض لك إياهم، وبدنا تعقيبك على كل واحد. أنا كشبابة من الأردن رمزة بالعمس، بس أقول لي وش أسمى احترامي لكل النوانة، مع احترامي مثلا لنادي الفيصل وجمهوره، في أغلب الناس بتقول له جاي عرضه فيصلي، بحترم نادي الفيصل وبحترم جمهور الفيصل، نادي الوحدة بحترم وبحترم جمهوره، بس أنا عندي نادي رمزة وعندي جمهور رمزة اللي بفضل به، هل مرة ثانية بقولها بفضل به، تخيل أكون بالملعب واللي بشجعني مش جمهور رمزة، شو نندلع؟ طيب أبو زريك شرارة الملقب بشرارة هو انضم لنادي الوحدات ونحكى عنه مكسب، وهذا اللاعب مكسب للنادي. في أحد اللقاءات حكى أنه أنا مستحيل ألعب مع نادي غير الرمزة، واليوم هو بلعب في الوحدات، يعني لعب الوحدات الفترة الماضية، هو اكتشف أنه جمهور الوحدات كمان بفضل بال، واكتشف أنه جمهور الرمزة لسه بشجعه، واكتشف انه نادي الوحدات والرمثة نادي واحد باختصار شديد، يعني عشان اقدر اجاوب هذا الاشي لانه عقده اعلى من الرمثة، لا مش لانه عقده اعلى من الرمثة، لانه هو وجد انه كمان الوحدات بيته. اليوم في عصر الاحتراف احكي لك اياها بكل امانه، يمكن بلوموني بعض الناس بحكوا لك انه في عندك لاعب مميز اليوم بده يطلع على نادي منافس او نادي برا البلد والاخري، هذا هاي هي الاحتراف. احنا ما دام قررنا اليوم نلعب بطريقه محترفه بدنا نقبل انه لاعبك اليوم موجود معك، السنة القادمة ممكن يكون موجود في نادي منافس ويسجل فيك هدف ويحتفل، صارت. وبدك تقبل كمان والأندية تقبل إنه في لاعب منافس وكان ممكن الجماهير ما بتحبه يلعب مع الوحدات وتشجع الجماهير ويبدع. يعني إحنا اليوم في عصر الاحتراف، اليوم إذا عندك ابنك بيلعب كرة قدم وأنت بتحبي نادي الوحدات والوحدات دفع له 20,000 ليرة بالسنة ونادي تاني دفع له 200,000 برا البلد، إذا اللاعب ما يطلع كثير يأخذ موقف أنا مستحيل. شوف هاي يعني أظن بعد هاي التصريحات اللاعب صاروا يكون شوي حريصين إنه يصرح بإشي إنه ممكن بالمستقبل ممكن يتغير مستقبلاً حسب. نعم. بس أنا ما بلوم شرارة، شرارة كمان لاعب عاطفي وأقول لك شغلة، سجل بالرمثة والرمثة بحبوه، يعني وسجل في الوحدات والوحدات بحبوه، تخيلي شاب محبوب بحبوه الجماهير، وشوف اللاعب المميز والمؤدب والخلوق دائما الجماهير بتغفر اذا كان في خطا بتصريح معين. يعني طيب التوقيت اللي اجى فيه مع المباريات اللي لعبتوها بعدين احدث الفرق اللي اجى مشانه شراره، مع انه مش جاهز 100%، انا بعتبر انه شراره جاهز بالناس اللي انبسطوا عليه 70%، يعني شراره لو يكون 100% بيكون يعني موضوع اخر. شو بنقصه افضل احكي لك شغله، شراره ممكن افضل لاعب انا بالنسبه لي افضل لاعب الاردن لو يكون مش منقص، هو مش جاهز، كان عنده اصابه وعم بيرجع تعالج ورجع في شرار فتره طويله ما لعب كره قدم. الوحدات اعطاه فرصه انه يلعب كره قدم بشكل احسن، ومش كمان مش كل فتره طويله عم بجهز بطريقه احسن لمستقبله. الوحدات افضل من الرمثة لمستقبله، انا بحكي مع احترامي للرمثة وانا بحب الرمثة، يكون موجود الفتره القادمه على الوحدات افضل من اي نادي اخر. بس بحكي لك شغله، احدث فارق وكان سبب في حصولنا على بطولة كأس الأردن، وبتمنى أنه يوقع على الوحدات مرة أخرى. طيب ننتقل للفيديو الثاني. دكتور يعني نادي كالوحدات بما يقول الجماهير وكما تعطي المشاهدات والأرقام نادي كبير ومهم، والكثير من الرعاة يعني يطمحون لرعاية هذا النادي. اليوم إحنا ما عم نشوف كثير في رعاة بنادي الوحدات، عم نشوف انه في حال اجى رعاية لنادي الوحدات في اطراف اخرى تقوم بهجوم وكلام لاذع وجارح على الجهة الراعية، ف
شو اللي عم بيصير اليوم؟ الراعي الجديد اللي انت هون حكيته بالحلقة، هل فعلا وقع معكم او كان؟ لا، ما في راعي للوحدات اليوم الا مثلا شركة الاتصالات أمنية. ويعني راعي بمعنى راعي لنادي الوحدات مش موجود، ولا حتى في راعي للفيصلي. نعم، ولكن احنا مش بالضرورة هلا الفيصلي، هم حرين. ليش ما بس اعطيك مثال حدث قبل كم من يوم. احنا عيننا لجنة تعاقدات، رئيسها كان صديقي ياسر ابو شيخه. والناس توقعت انه هذا جاي راعي، يعني هو مش جاي راعي، هو جاي مدير تعاقدات. نعم. وعنده فكر بده يساعدنا. هلا ممكن يساعد ماليا، يعني ما حدا بيمنع اكيد، لانه في سواء كان الاخ ياسر او غيره من الداعمين لنادي الوحدات ممكن يدعمه. لكن برضه صار في هجوم شرس على صفحه ابو شيخه للصرافه ومقاطعه ابو شيخه يعني مش معقول، هاي لانه يعني ما بصير. يعني. بالعكس، احنا اليوم كيف بدنا نخلي مثلا شركة صرافي أخرى ترعى مثلا أو تتقرب من النادي الفيصل؟ بقول لك طلع هذا الزلمة أجا ملوش نص ساعة بدي قاطعوه، رزق على الله بالأخير. بس يعني كلمة هاي مقاطعة والهجوم على صفحات الداعمين أو الرعاة أو المحبين، بل هذا الشخص عن جد محب أو راعي أو كذا. بالتزامن مع الانتخابات، انتخابات النادي. نعم. بيكثر الحديث، يعني يقال أنه يبدأ الرئيس أو المرشح بالإعلان عن أنه أنا رح أجيب الراعي الفلاني، أنا رح أقدم كذا، يعني هاي الوعود رح. أنا أحكي لك شغلة، أنا صرت نازل عن انتخابات الوحدات 3-4 مرات، ولا مرة حكيت أنا رح أجيب راعي معين باسمه. هلا إحنا مش الكلنا على موضوع راعي، ها قلت لك مثلا الثلاثاء القادم عندنا في اجتماع. نعم. اجتماع على أكثر من 50-60 شخصية، تجار وأصحاب شركات وأسماء مرموقة جدا لدعم نادي الوحدات. هلا رح نكون هذا فيه نوع من الدعم، ممكن ينتج عنه راعي، ممكن ينتج عنه رئيس فخري قادم لنادي الوحدات. كل هذا الطرح موجود. وقلت لك المرحلة القادمة هي مرحلة المال ومرحلة التخطيط السليم وتأسيس لرعايات مختلفة وطريقة عمل مختلفة في التسويق. وما أذي عليك سر كمان مرة أخرى أنه اليوم ما عندنا شركة تسويق رياضي في الأردن. مثلا في دولة زي مصر النادي الأهلي والنادي الزمالك في شركة تسويق تجي تمسك موضوع ملف التسويق بالكامل، هي بتجيب الرعاة وبتجيب أكثر من راعي وهم بتفاوضوا وبيأخذوا نسبة. من الاتحاد هذا؟ لا، اتحاد مش مسؤوليته، عشان أكون معك صريح. يجيب رعاة للأندية؟ لا، مش يجيب رعاة، عمل لي شركة وأنا بكل نادي يشتغل على حدة. هاي بتكون اسمها الرابطة، يعني رابطة الأندية. المفروض الأندية برضو تشتغل عليها. شو بحكي لك شغلة، دعم النادي هو المفروض يكون دعم جاي من عمل النادي نفسه. لكن للأسف لأنه الأندية تعودت أنه الاتحاد هو الراعي. نعم. هو اللي داعم دائما، فبتطلعوا له كأنه هو الحاضنة اللي مفروض تدعم وتدعى تدفع الفلوس تدفع الرواتب والآخره. من هون عم بتصير عندنا مشاكل دائما مع الاتحاد في موضوع الأمور المالية. لكن إحنا اليوم إذا كان في راعي للدور الأردني المفروض قيمة الرعاية بالكامل تذهب إلى الأندية. يعني ما يقتطع الاتحاد جزء منها، هاي كان عندنا مشكلة فيها، إن شاء الله رح تنحل هاي المواضيع. لكن هو للأمانة مش دور الاتحاد بجلب رعاة للأندية. طيب الاتحاد بريء هاي المرة. طيب دكتور، الآن بدنا ننتقل للأسئلة السريعة. أسئلة سريعة بدنا أجوبة أسرع فقط على قد السؤال يعني. متهم أنك بتحارب أنا وحداتي اللي هي رابطة. لا مش أنا وحداتي، مجموعة وحداتي. لا بالعكس، لكن في مجموعة من طريقة العمل ما بتناسبنا كنادي وليس كشخص، وأنا ضدها يعني. بس مش ما بحاربهم كأشخاص، كطريقة عمل. أنت بتحارب طريقة العمل مش الأشخاص. طبعا. طيب شخصية مقربة إليك من الوسط الرياضي، ممكن رئيس نادي، لاعب، مدرب فني؟ يعني يمكن رئيس نادي السلط الأقرب. رئيس نادي السلط أبو أحمد. طيب شخص بتحس أنه يعني مش بتغار منه ولكن بتتمنى تصير زيه من ما فيها شو هال؟ لا ما فيش الأمانة يعني. طيب شخصية سياسية بتحب يعني قريب منها أو بتحب ضلك على تواصل معها، بتحب أفكارها يعني سياسيا؟ يعني ممكن طاهر المصري الأقرب يعني، أو بحب أفكاره وطريقة هدوءه بطرح المواضيع يعني، من الجيل القديم وأنا بحب. طيب. متهم أنك عنيد جدا، ما بتسمع رأي اللي حواليك فقط، هيك صح اعملوا هيك صح، ما عندك مجال للنقاش او الحوار. صح احكي صح ولا خطا؟ لا عنيد جدا يعني، خلص يعني 90% صح. يعني عنيد 90% صح. طب هذا مش غلط؟ لا احيانا في عناده، لكن بعدل اذا في شيء للاحسن والافضل يعني. بس انا بعتبر حالي اكثر، بميل اكثر للديكتاتوريه. يعني انت بتعترف انك ديكتاتوري؟ يعني نوعا ما.
التصريحات. طيب صفة ما بتحبها بنفسك؟ أنا دكتاتوري كمان. طيب وين بتشوف نفسك بالأيام القادمة؟ شوف أنا بشوف نفسي شخص معتدل، في عليه إجماع، في محبة، يعني بعيد عن المنصب، لكن بطلع على أنه شخصية متزنة، مرجع لناس كثير، أكون ثقة، مصدر ثقة، مصدر أمان، يعني هذا اللي أنا بطلع عليه بشكل رئيسي، لكن دون منصب ولا أي. ما عندك طموح مثلاً أنا بدي أمسك المنصب الفلاني بالوزارة؟ لا أنا أحكي لك شغل، أنا بالنسبة أنا بالنسبة لرئيس نادي الوحدات، يعني مش أقول لك ختمت العلم، لكن أنا بالنسبة لي من أهم المناصب ممكن أسلمها بحياتي. طيب يقال عنك إنك رجل ثري مادياً وتمتلك شركات وما إلى ذلك، تزعجك هالأمر يعني؟ أول شيء أنا مشتري وعندي شركة واحدة. يقال خلص مشتري. لا مو يعني سألتيني دكتاتوري قلت لك مزبوط ثري مشتري، لكني أنا شخص عملي شغيل طموح، شخص ريادي، بقدر أعمل شركة وأنجحها، لكن كلمة ثري هاي شوي كبيرة يعني. كبيرة. طيب كيف علاقتك مع رئيس النادي الفيصلي المهندس نضال الحديد؟ مع علاقة ممتازة جدا، حتى بعد الرقم 6 بعد ما وجه لك رسالة أنا سألته قال لي والله ما كنتش عارف شو معناها بصراحة، هو حكى لي يعني عملوا 6 هم ورطوه جماعته ورطوه. صحيح. طيب مين الشخصية الرياضية اللي بتعتقد أنها قادرة على أنها تمثل الأردن في المحافل الرياضية، يعني وجه يستطيع أنه يتحدث ووجه قادر على أنه يخرج للرياضة العالمية، ممكن اسم لاعب يعني؟ لا هم شخصية اثنين أنا بحب يكونوا حتى يستلموا مناصب مستقبلا، لأن بحس عندهم العدالة والشغف والكاريزما والآخره. معالي بشير رواجدة وسعادة فادة زرقات، هدول شخصيتين أنا بعتقد أنهم ببيض الوجه زي ما بيحكوا. طيب الآن دكتور إحنا رح نعطيك سؤال، تمام؟ إلك الحق بأنك تجاوب عليه أو ما تجاوب. صحيح. اللي بريحك يعني، تفضل. لا أحكي لك شغلة دكتور رئيس، بدك تجاوب؟ اقرأه دكتور عادي. ليش بيحكوا انه بشار حوامدي بيجي بمبدأ المونة ما بيقدر يرد الضغوطات اللي عليه خاصة من الأجهزة الأمنية؟ شو بحكي لك شغلة، ممكن صارت أكثر من موقف على موضوع الضغط باتجاه نادي الوحدات، وآخر مثلا كان موضوع مثلا نقل المباراة تبعت القويسمة، بالعكس أنا ما رديت على يعني مع احترامي للاتحاد، ولا حتى صار في خلاف بيني وبين رئيس الاتحاد سمو الأمير على هذا الموضوع، لأني ما رديت على الضغوطات ولا الأجهزة الأمنية زي ما بيحكوا الناس، بالعكس احنا لما وصلت المرحلة إلى أعلى رأس الهرم في الدولة ونحكى معي من إنه هذا عدم خوض المباراة بحكيها لأول مرة سيقسم الشعب الأردني إلى قسمين، أردني فلسطيني، وحدات درجة ثانية، فيصلي درجة أولى، فأنا هون حكيت إنه ما بدي أحمل وزر هذا الموضوع، ولا هو رياضيا أنا ما كنت ألعب، وإحنا فعليا يوم الخميس بالليل رحنا على المباراة يوم الجمعة، بس يعني هذا الموضوع الرسالة إنك اليوم توصل للوحدة الوطنية، أنا قررت بالعكس الوحدة الوطنية اللي ضغطت علي اللي مالت علي وليس لا أجهزة أمنية أو غير ذلك. هو بزعجك لما يحكوا عن الفيصلي نادي وطن على سياق الحديث عن فيصلي وحدة؟ لا كلمة نادي وطن، نادي وطن ما بزعجني، نادي الوطن بزعجني. شو قال التعريف؟ قال التعريف تفرق بماذا؟ نادي وطن يعني نادي هو فعلا نادي وطن، والوحدات نادي وطن، والرمثة يعني نادي وطن، الوطن. بالضبط. أما نادي الوطن فهو الوحيد ما بزبط. يعني هذا هو الفرق، نادي وطن تختلف عن نادي الوطن، وانا مع انه كل أندية ايضا نادي وحدات نادي وطن بامتياز. بامتياز. طيب لهون دكتور بنكون يعني وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم من برنامج انا والخبر، تشرفنا فيك. تسلم. وكان حوار شيق جدا يعني. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا دكتور، الله يعطيك العافيه.